السلام عليكم، صباح الخير عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا النهار غادي نقدم لكم واحد الكاطو اللي تيجي روعه بزاف بزاف وسهل، ما كياخذش الوقت، تيوجد في دقائق. يلا خليكم معايا وتبعوا معايا الفيديو وهادي تشوفوا كيفاش كيجي هذا الكاطو. دونك لهاد الكاطو غادي تحتاجوا واحد الجينواز اللي انا قسمتها على جوج، ولا كيكه حتى كيكه عاديه ديال الياغورت راها تجي مزيانه. دونك قسمتها على جوج. اي غاتو عندكم في الدار تقدروا تستعملوه، ما كاين حتى شي مشكل. انا استعملت هنايا بتي سويس، هاد البيتي سويس تعجبني انا المذاق ديالهم، وكل واحد على حسب الذوق ديالو. كاين اللي يستعمل فعوت هاد بتي سويس، تقدروا تستعملوا لا كريم فريش، تقدروا تستعملوا الجبن الطري، تقدروا تستعملوا اي حاجه موجوده عندكم، ولا على حساب لوغو ديالكم، على حساب نتوما شي كريمه اللي نتوما كتفضلوا. هنايا خديت الفريز خديته قطعته ودرت معاه السكر وخليته بات في داك السكر، ومن بعد طلق لي هذا العصير ديالو ديال الفريز. وتنحتاج هادي باش هادي نجمد هاد الفريز. تقدو تستعملوا الجيلاتين في بلاصه هذا، ولا ما عندكمش الجيلاتين تقدو تستعملوا غير جوج معالق ديال المايزينا، حتى هما تخلطوها معاها وراه هادي يجمد لكم هاد العصير. ودابا وغنحتاجوا السكر. دونك دابا غادي نبدا نصوب الكريمه. غادي ندير لي بتي سويس، غادي ندير لي بتي سويس، وغادي نزيد عليهم السكر. ودابا خديت المول ديالي ركبته، وهذاك البتي سويس خلطت معاه السكر جاني كريمه، وغادي نديرو على الكيك ديالي. نحاول نديرو بطريقة متساوية. ودابا ملي درت هذاك الكريمه غادي نديرو واحد شويه في الثلاجه، غادي نديرو انا في الكونجيلاتور باش نزرب على ما نحضرو الطبقه الثالثه. دابا غادي ناخذ هذه نضيفوها على الجيلاتين، غادي نزيدو على هاد السيرو ديال الفريز وهو بارد، خلطوه مزيان. نخلطوه مزيان، نديروه فوق النار ونخليوه حتى يغلي. دابا كيف ما كتشوفوا غادي نخليوه حتى يغلي مع التحريك. دابا كيف ما كتشوفوا خليناه حتى غلا مزيان هذا الخليط، وهادي نزولوه من على النار. منين تيكون تيغلي كنستمر في التحريك حتى تيغلي مزيان، وتنزولوه من النار ونخليوه يبرد شي شويه، عاد نديروه على الكريمه ديالنا. يلا خليكم معايا. خرجنا هادي من الثلاجه، هانتوما كتشوفوا يعني شدت راسها داك لاكريم. ودابا هذا السيرو ديال الفريز منين برد غادي نكبوه على هاد فوالا، وغادي نردوه للثلاجه كيف ما كتشوفوا. غادي نردوه للثلاجه باش يشد راسو
وباش يجمد. غادي ندير شويه ديال الزيت، وغادي ندير هذاك اللوز افيلي، وغادي نقليه، وغادي نقط درت ديك هي هاد اللوز افيلي، هذاك اللوز افيلي حمرته من بعد ما حمرته كنصفيه من الزيت مزيان، وغادي نديرو هذاك البابي باش ننشفو من الزيت. هذاك اللوز درت له البابي باش ننشفو من الزيت. غادي ندير بابي اخر من الفوق باش عارفه ننشفو كاع من داك الزيت اللي فيه. من بعد كناخذ هذا اللوز افيلي وكنلصقو هنايا على جناب، نستعمل بحال هكا حتى ندورها كامله. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي. كيف ما كتشوفوا درت لها هذه البريده في الوسط، ودرت هذوك الورقه ديال الشجره صوبتهم بلاباتا سوك، وكان هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها، ما تنساونيش بالتعليق ديالكم ولي لايك، واللي ما مشاركش يشارك وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالي. ونقولكم مع السلامة، إلى اللقاء، فيديو قادم إن شاء الله. وعواشركم بركة مسعودة، وإن شاء الله ربي يرفد علينا هذا الوباء، وربي يحفظكم وربي يعطيكم كل ما تتمناو، وبسلامة عليكم، وما تنساوش البارتاج.